السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كيف نصنع دمى بالمناديل كمثل هذه الاثنتان؟ حسنا، المكونات: مطاط، قلم، سبورة، مناديل. حسنا، أول شيء نجيب المناديل، نجيبها هكذا ثم نضع المطاطة، نربطها عليه ثم نرسم عليه نرسم عليه العين، فم، وهنا القصة وهكذا صنعنا دمية. تستطيعونكم تزينون لبسها كذا. أتمنى لكم عجبتكم شكلها. مع السلامة.